لهذه الأسباب لا تشاهد الأفلام الحزينة. كشفت دراسة عن أن الأشخاص الذين يشاهدون الأفلام الحزينة يميلون إلى اكتساب المزيد من الوزن، حيث تتضاعف معدلات تناولهم للطعام بنسبة تتراوح ما بين 28 و55% أثناء مشاهدة هذه الأفلام مقارنة بالأفلام المتفائلة والسعيدة. كما أفادت الدراسة التي أجرتها جامعة كورنيل الأمريكية للأغذية والعلامة التجارية في أبحاثهم بأن رواد السينما يأكلون 25% أكثر من الفشار في حال مشاهدتهم أفلاماً تضفي السعادة على المشاهدين، في مقابل 28% بالنسبة للأشخاص الذين شاهدوا أفلاماً حزينة وكئيبة عن قصص الحب. وأشار البروفيسور كورنويل بيريان المؤلف الرئيسي للدراسة إلى أن الأفلام الحزينة تدفع الناس إلى تناول المزيد من الطعام بغض النظر عن نوعيته التي تبتعد عن الطعام الصحي بشكل كامل. وأضاف براين في معرض الدراسة أن أفلام الحركة والعاطفية المؤثرة تشارك الأفلام الحزينة في دفع الشخص نحو البدانة. ما تعليقك؟ شاركنا برأيك ولا تجعل المعلومة تقف عندك وشارك الفيديو.